فعالية أيام السينما السورية التي تقيمها المؤسسة للسينما، قدم في المركز الثقافي العربي بالحسكة عروضا سينمائية. خلونا نتابع التقرير التالي مع زميلنا أحمد الحمدوش. ضمن فعاليات أيام السينما السورية التي تقيمها المؤسسة العامة للسينما، قدمت في المركز الثقافي العربي بالحسكة عروض سينمائية بواقع عرضين صباحي ومسائي على مدار 4 أيام. طبعا هذه الفعالية فعاليات أيام السينما السورية الأولى، طبعا تقام في المنطقة الشرقية دير الزور والحسكة والقامشلي بنفس التوقيت ونفس الأفلام. اليوم يعني تعتبر ظاهرة جميلة وجديدة على جمهور الثقافة في الحسكة. كان هناك حضور صباحي ومسائي للأفلام، ونتمنى التعاون الدائم مع المؤسسة العامة للسينما لتقديم العروض الجديدة. كان عرض كتير حلو ومرتب، يحكي عن أحداث سوريا، انه الشخص انه شلون انه بده يصير. صراحة اختيار الأفلام اختيار موفق بمناسبة يوم السينما السورية، وكل سنة والسينما السورية إن شاء الله بالتطور والتوفيق والنجاح. عرض حلو وكانت لفتة حلوة لحتى نكون مع السينما السورية أول بأول يعني، ونحاول يعني شوي نطلع من هالأجواء اللي صارت علينا ضمن هاي العروض الفنية الحلوة. طبعا العرض يمثل بطولات جيش المقدم والجيش العربي السوري ومواجهته لقوى داعش التكفيرية. ويأتي تقديم العروض بهدف تشجيع الجمهور على متابعة النشاط السينمائي لكون محافظة الحسكة ليس فيها دور سينما منذ 30 عاما، ولامست العروض تجارب الكثير من السوريين خلال سنوات الأزمة والظروف التي عاشها الوطن خلال السنوات العشر الماضية. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة.